الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس كتاب الصلاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه خير الجزاء. نقرأ عددا من أحاديث هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أو ابن عمرو رضي الله عنهما قال: شبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبك المؤمن أصابعه حال انتظاره للصلاة، فقال: إذا كان أحدكم ينتظر الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. فدل هذا على أنه لا يجوز تشبيك الأصابع في أثناء الصلاة، كما دل على المنع من تشبيك الأصابع قبل الصلاة ما دام الإنسان ينتظر الصلاة، وهذا إذا كان في المسجد. أما ما بعد الصلاة فإنه يجوز للإنسان أن يشبك أصابعه، ويدل على ذلك هذه الحديث قوله شبك أصابعه، وقوله إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد ركعتين، فقام في ناحية المسجد فشبك بين أصابعه، فدل هذا على جواز تشبيك الأصابع بعد الصلاة في المسجد. وفي هذا الحديث دلالة على حال أهل الإيمان من تعاون بعضهم مع بعضهم الآخر، وفي هذا الحديث أيضا مشروعية نصر المظلوم وإعانة الضعيف والقيام مع المحتاج، بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث جواز التشبيه بين حال وحال من أجل تقريب المعاني إلى الأذهان. أحسن الله إليكم. قال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي صلاة الظهر، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في مقدمة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، صليت ركعتين، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فتقدم فصلى اثنتين أخريين ما ترك،
ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال، ثم سلم. في هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على صلاة الجماعة، وفي هذا الحديث إطلاق لفظ صلاتي العشي على صلاتي الظهر والعصر، وفي هذا الحديث أن صلاة الظهر 4 ركعات بالنسبة للمقيم، وفي هذا الحديث من الفوائد أن من سلم في أثناء صلاته سهوا فنبه فإنه يكمل صلاته ولا يحتاج إلى إعادتها واستئنافها من جديد، وحينئذ يشرع له سجود السهو. وفي الحديث قيام الإمام من مكان صلاته بعد سلامه وانتقاله إلى مكان آخر، وفي الحديث وضع مكان في مقدمة المسجد أمام الإمام بحيث لا يصلي الإمام في أول المسجد. ولذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة معروضة في مقدمة المسجد. وفي الحديث من الفوائد جواز تشبيك الأصابع بعد الفراغ من صلاة الفريضة، كما شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه هنا. وفي الحديث الاستدلال على أحوال الإنسان بما يظهر من أفعاله، ولذا قال عنه كأنه غضبان. وفي الحديث من الفوائد جواز خروج الإنسان بعد الصلاة وبعد سلام الإمام مباشرة، ولذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أسرع في الخروج من المسجد بعد الصلاة. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان لا ينبغي به أن يبادر ويتسرع في الحكم على الأشياء كما أسرع هؤلاء السرعان فقالوا قصرت الصلاة. وفي الحديث أن هيبة المقدم الذي له مكانة ومنزلة كما من الأمور الجائزة، ولذا هاب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن وصف الإنسان والتنبيه عليه بعلامة في بدنه جائز إذا لم يكن ذلك على وجه استنقاصه والتقليل من مكانته، ولذا قالوا لهذا الرجل ذو اليدين. وفي الحديث القبول من الواحد ما يأتي به من الأخبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر هذا الواحد وأثاره حتى سأل غيره. وفي الحديث أن خبر الجماعة اليسيرة مقبول، واستدل به جماعة على إجازة خبر الواحد في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وفي هذا الحديث اعتماد إمام الصلاة على قول من خلفه فيما يفعله في صلاته وعدم اقتصاره على ما يراه أو يعتقده في ذلك. وفي الحديث أن من سلم في أثناء صلاته وكان قد بقي من صلاته شيء وكان ذلك على جهة النسيان فإنه يتم صلاته ويسجد
للسهو بعد السلام، فهذا الموطن من مواطن السجود للسهو بعد السلام. وفي الحديث أن سجود السهو يماثل سجود الصلاة في طوله، ما يدل على أنه يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. وفي الحديث أن سجدات السهو تسبق بتكبير وتلحق بتكبير. وفي هذا الحديث السلام مرتين إذا كان سجود السهو بعد السلام. وفي الحديث أن السجود الذي بعد السلام لا يشرع معه تشهد، خلافا لمذهب جماعة منهم الإمام أحمد، فالصواب أن التشهد الذي قبل السلام الأول يكفي وأنه لا يحتاج إلى إعادته. أحسن الله إليكم. قال عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، فقيل له إنك ببطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله رضي الله عنه ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة كلها. وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة وينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وكان يدخل من طريق المعرس، وإذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن الوادي، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية بذي الحليفة، فصلى ببطن الوادي ثم وعرس ثم وبات حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى، وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه إلى حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله رضي الله عنه يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها،
وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق. بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشاء، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشاء بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله رضي الله عنه يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولوهن. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة، حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل بضطوى بين الثنيتين ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف 7، 3 سعيا و4 مشيا، ثم ينصرف فيصلي 2 سجدة، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، وإذا نفر مر بضطوى وبات بها حتى يصبح. وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. في هذا الحديث ذكر ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يرى أن ذلك من الأمور المشروعة المستحبة، ولذا كان يتتبع أماكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم سواء في سفره للحج أو في سفره بين المشاعر أو في بقية تنقلاته، وجماهير الصحابة يخالفون ابن عمر في ذلك ويرون أن هذه المواطن إنما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها أسهل في مسيره، ويرون أن السنة أن يختار كل مسافر ما هو أسهل له في مسيره، ويرون أن اختيار هذه الأماكن على جهة التقصد لها يخالف السنة، ومن ذلك أبوه عمر رضي الله عنه، فيقولون بأن اختيار هذه الأماكن إنما هو من باب الموافقة غير المقصودة لذاتها، ولذا لا يرون استحباب تتبع هذه المواطن. وقول جمهور الصحابة أقوى وأرجح، وذلك لأن من قصد هذه الأماكن لذاتها يخالف من قصدها لكونها أسهل له في سيره، ومن ثم فإن السنة
أن يختار الإنسان ما هو أيسر له في سيره. وقوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي وهو في معرس بذي الحليفة، ذي الحليفة مكان بجوار المدينة قريب منها في وادي العقيق، وسمي بهذا الاسم لكثرة نبات الحلفاء في المكان. والمعرس المراد به الموطن الذي ينزله الإنسان في سفره، وفي الغالب أنه يطلق على ما ينزله الإنسان في آخر ليله. قوله فقيل له يعني أن الوحي قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ببطحاء مباركة، أي أن هذا الوادي وادي العقيق واد مبارك. وقد ورد ذلك أيضا في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن جبريل أتاه أو أن ملكا أتاه فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقوله هنا وقد أناخ بنا سالم، أي جعل ناقته تبرك على الأرض يتوخى المكان الذي أناخ فيه عبد الله بن عمر ناقته، وكان ابن عمر يتحرى المكان الذي أناخ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، فيه أن بعض ما قد يبنى على جهة تعريف الناس بشيء من السيرة قد يكون مخالفا للواقع، فإن هذه المواطن قد بنيت بعد ولكنها خالفت ما قصد من تتبع أماكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يتحرى المواطن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجمهور يرون أن هذا ليس من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في هذه المواطن اتفاقا بدون قصد لها ولا اختيار لذاتها. ولذا يرون أن السنة أن يصلي الإنسان في الموطن الذي يأتيه وقت الصلاة وهو فيه. وقوله هنا بحديث نافع كان يخرج من طريق الشجرة، وذلك أن وادي ذو الحليفة كان فيه شجرة كبيرة فارقة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى عندها. وقوله هنا في كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجرة، وكان يدخل من طريق المعرس وهو أحد الطرق التي تدخل المدينة. وقوله هنا وإذا رجع هبط من بطن واد، يعني أنه يأتي من مدخل ويخرج من مخرج آخر صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا في قوله كان ثم خليج، يعني مكان منفسح بين تلتين. وقوله في بطنه كثب، أي رمال تكون في ذلك الموطن. وقوله حتى دفن ذلك المكان، أي أن السيل جاء وطم ذلك المكان وجعل الأتربة التي أتى بها السيل تغطي ذلك المكان الذي كان مفتوحاً في الزمان الأول. وقوله في هذا بشرف الروحاء،
وهذا مكان بين المدينة ومكة. وقوله في هذا الحديث بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر، يعني أن بين موطن مناخ ابن عمر وموطن ذلك المسجد مسافة تقدر برمية بحجر، وهي قرابة 50 مترا. وقوله أن ابن عمر كان يصلي إلى العرق، المراد به الرمل الذي يكون مجتمعا. وقوله عند منصرف الروحة، هذا مكان في الطريق بين مكة والمدينة. وقوله في هذا الحديث فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر، السحر السدس الأخير من الليل. قوله عرس أي نزل في ذلك المكان آخر الليل حتى يصلي بها الصبح. واستدل بما مضى من ألفاظ الحديث على أن الإنسان قد يقدم إلى مدينته ومقر سكنه في أثناء النهار. وفي الحديث أيضا ذكر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من نزوله قبل دخوله لمكة، وفيه اختيار الأماكن التي فيها شجر كبار ليستظل تحته. وفي الحديث قوله هنا في مكان بطح سهل، أي مكان منخفض لا ارتفاع فيه. قال حتى يفضي من أكمة، وهي مكان مرتفع دوين بريد الرويثة. بريد الرويثة مكان يجعلون فيه الخيل التي يستبدل بها في نقل البريد. وقوله وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها، أي أن هذا المرتفع قد وجد في أعلاه انكسار، بحيث أن أعلاه رد على جوف ذلك الجبل. وقوله وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة. الكثب كما تقدم مجمع الرمال، وكأن موطنها موطن الشجرة التي لها ساق. وفي قوله وأنت ذاهب إلى هضبة، هضبة مكان فيه مرتفع أعلاه مستو. وقوله عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة، كانوا في السابق في أسفارهم وتنقلاتهم إذا مات معهم أحد في أثناء الطريق قبروه في أدنى مكان، وبالتالي عرف ذلك المكان بما يوضع عليه من الحجارة التي تعرف الناس أن ذلك الموطن موطن قبر. وفي الحديث أيضا قوله عند سرحات عن يسير الطريق في مسيل دون هرشة، هذه أمكنة في الطريق بين مكة والمدينة. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في المسيل، يعني في مجرى الوادي. وفي الحديث أيضا في قوله كان ينزل بذي طوى، ذو طوى مكان في مكة، كان في الزمان الأول خارج حدود مكة، والآن أصبح في أثنائها، بل هو من المواطن القريبة التي يتمكن الإنسان من الوصول إليها بأقدامه. وكان فيها بئر يغتسل الناس منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة بات بذي طوى، وإذا أصبح دخل المسجد.
مما يدل على جواز أن يبيت الإنسان بإحرامه قبل أن يؤدي نسكه، وأنه لا يلزم من قدم مكة أن يأتي بنسكه من طواف بالبيت مباشرة، بل يجوز له تأخير ذلك الطواف. وقوله على أكمة غليظة يعني أنه كان يصلي على مرتفع من حجارة غليظة. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان يدخل مكة من الموطن السهل والأسهل لدخوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الدخول إلى مكة من الثنية، وهي المكان المتسع بين جبلين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار هذا ليكون أسهل لدخوله وخروجه. وفي الحديث أن من قدم إلى مسجد الكعبة فإنه يستحب له أن يبدأ بالطواف، ولذا قال الفقهاء إن تحية المسجد مسجد الكعبة هي الطواف. وفي الحديث أيضا أنه يستحب استلام الحجر الأسود قبل الطواف لمن سهل عليه ذلك ولم يشق عليه. وفي الحديث أن الطواف يبدأ فيه بالركن الأسود. وفي الحديث أن الطواف سبعة أشواط، وأن طواف القدوم يستحب أن يجري الإنسان فيه ثلاثة، وأن يمشي أربعة أشواط. وظاهر حديث الباب أنه يستحب له السعي في الأشواط الثلاثة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وهناك من قال بأنه يسعى ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، وأنه يمشي فيما بينهما. وفي الحديث مشروعية تحية الطواف وسنة الطواف، وجمهور على استحبابها خلافا لبعض الظاهرية الذين يرون وجوبها. قال: ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله، يعني يذهب من الطواف إلى السعي. وكان في الزمان الأول هناك بيوت بين المسعى والمطاف، وبقيت هذه البيوت إلى سنة 1375 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث أزيلت في ذلك العام أو قبله بسنة أو سنتين، مما يدلك على عظم ما جاء لهذا المسجد من توسيعات في زمننا الحاضر. وفي هذا مشروعية الطواف بين الصفا والمروة. وهذا الطواف الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حجه هو طواف القدوم، وهو من الأطوفة المستحبة، وهو من طواف النسك. وأما السعي فهو سعي الحج، ولذا الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولذا بقي على إحرامه. والقارن الظاهر أنه لا يجب عليه إلا سعي واحد كما قال الجمهور خلافا للحنفية. قال: وإذا نفر، أي سافر خارجا من مكة إلى غيرها، مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. فهذا شيء مما يتعلق بمعاني هذا الخبر. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة بفضله
وإحسانه هذا، ونسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن تجمع كلمتهم وأن تتيسر أمورهم وأن تقضى حوائجهم وأن يصلح أبناؤهم وبناتهم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.